أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون، نتواصل بإطلاق الشوط الرابع الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل. هذا الشوط يدشن فية الجعدان لسن الفطامين، نعود به التهاني والناموس تابعا الزعفران الذي قدمت عهد تشكر عليه برفقة ناصر بن رخيد بن حويرب المنصوري. دعوني أسير برحلة الجعدان، أتقدم على بداية الشوط، أتابع هناك المركز الأول، ناخذ الرمادي على المقدمة، يرافق محمد بن مطر بن محمد الرميث الوصول من أشعار. هناك المركز الثاني والثالث بقيادة خليفة بن جبع بن كزلة الرميثي، والمركز الرابع يحمل الرقم 27 عندك يا فيصل فيصل بن ناجي اليافعي الذي يتقدم على المستوى الرابع، بينما ناخذ المركز الخامس الوصول والمتابعة. ما شاء الله الكل واصل حتى ذي اللحظات القليلة المتميزة، ولكن بنكتفي. يبدو لي هناك الحوار مميز على الصدارة الشاط، النقطة الثانية على التوالي. الله 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 الله، ما غاد السكار البداية، أروح الرمادي على الصدارة يضيف النقطة الثانية على التوالي، يرافقه ويتابعه محمد بن مطر بن محمد الرميثي، يتقدم ما شاء الله يسير ابو سيب بخطأ جميل الغايه. ناخذ جوله الى المستوى الثاني، عاتني جوله الى بقيه الاشعارات الذي واصله، ومن ثم خلاص المعذره يا جماعه، العوده الى الرمادي. الله الله الله، يا هل ترى وصل خط النهايه؟ صلوا على النبي، الاداء جميل للغايه، الابتعاد كلي عن بقيه الاسماء. اذا خلاص الامتار الاخيره، الامتار الحساسه، سلام لمحمد بن مطر بن محمد الرميث النقطه الثانيه. صباح الخير يا للسمحه بهذا الابداع الجميل، مشكور يا ابو سيف، مشكور على هذا الاداء. المركز الثاني عندك من يحمل الاشعار، عندك العلوي الذي رافق الشاهين محمد العلوي، والمركز الثالث تهانينا لخليفة بن جمع بن كسلة الرميث. التوقيت دقيقتين 12 ثانية، كل التوفيق لجميع المشاركين. إذن هكذا يحب الكريم أيها المتابعون، إلى هنا وصلنا إلى ختام شوتنا لصباحية هذا اليوم يوم الأحد. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الميدان، شكر موصول لناصر بن بخيت بن حويرب هو المدير اللجنة المنظمة، والشكر موصول لزميلنا محمد الخضر الذي رافقنا بعملية التصوير. نستودعكم الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.